وصلتنا قبل قليل طلب من السيد وزير التربية بالمداخلة في حصاد التغيير الإخباري، ولك سيد الوزير السيد علي الدليمي وزير التربية لك الوقت كافة للتعليق على ما جرى من ربما نسميها فضيحة حقيقة على مستوى التربوي في العراق، لك الكلمة سيد علي. شكرا جزيلا أخي العزيز وشكرا لقناة التغيير. الحقيقة في موضوع تسريب الأسئلة الامتحان الإداري للصف الثالث المتوسط، بدأت بعض مواقع التواصل الاجتماعي للأسف الشديد بنشر أسئلة مزورة من يوم 28/5 قبل الامتحان الأول في 29/5. كانت الأسئلة مزورة وغير حقيقية، وكانت الوزارة من خلال اللجنة الدائمة ترصد هذه الأسئلة ونعتبرها أسئلة مزورة من خلال هذه المواقع، و تسير الامتحانات بشكل صحيح وبشكل جدي. وفي اليوم التالي ايضا كانت هناك اسئله مزوره في ماده الانجليزي، وايضا صارت الامتحانات بشكل صحيح لعدم وجود اسئله حقيقيه. لانه في اليوم الثالث يعني يوم امس كانت هناك اسئله ماده الرياضيات نشرت ثلاثه نماذج، كان احد هذه النماذج هي اسئله حقيقيه للاسف، ونستغرب من هذا الفعل حقيقه. لانه عندما نقوم بتحليل هذا الموضوع أعتقد أن هذا الشخص له دوافع ربما معينة، الهدف منها إثارة البلبلة، تشتيت ذهن الطلاب عن دراستهم بطريقة غير صحيحة. الأسئلة تم نشرها من خلال المواقع، إذن له أهداف أخرى، يعني ليس أهداف لمصلحة شخصية، إلى أهداف أخرى أبعد من هذه القضية. الوزارة اتخذت إجراءات سريعة في هذا الموضوع، شكلت لجنة تحقيقية رفيعة المستوى، توصلت إلى أدلة نعلم عنها خلال يومين أو ثلاثة أيام من خلال اللجنة التحقيقية. الوزارة اتخذت من خلال الدائمة قرار بتأجيل الامتحانات حرصا على المواد المتبقية من الامتحانات، مادة الأحياء والكيمياء والفيزياء من تصرفها أيضا لحين استكمال إجراءات التحقيق والوقوف على كافة الأدلة التي. طب سيد علي، اليوم الطالب يتساءل، وزارة التربية أوقفت الامتحانات الوزارية للثالث المتوسط إلى إشعار آخر، متى ستعود هذه الامتحانات؟ خلال هذا الأسبوع إن شاء الله سنعلن الموعد الجديد، وقريب جدا لاستئناف امتحانات المرحلة الدراسية المتوسطة للمواد العلمية الأخرى. طبعا الموضوع متابع وباهتمام كبير من قبل السلطة التشريعية من خلال السيد رئيس البرلمان، اتصل يوم أمس الساعة الثالثة ليلا ثم عاود اتصال صباحا للوقوف على آخر المستجدات. دولة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي بين ساعة وأخرى يقوم بالاتصال شخصيا للوقوف على آخر المستجدات. أيضا اهتمام الحكومة والسلطة التشريعية بهذا الجانب سيجعل الجميع في أمان إن شاء الله، أن الامتحانات ستجري بوقت مناسب، وخلال الأسبوع القادم سنعلن موعد استئناف الامتحانات. نعم، أجد التحية ثانية بمعاليك سيادة الوزير، ولكن حضرتك ذكرت قبل قليل بأن هنالك دوافع معينة من خلال عملية التسريب هذه، ما المقصود بهذه الدوافع؟ يعني لا نريد نعلن عن هذه الدوافع بشكل يعني صريح إذا تنتهي اللجنة التحقيقية، لكن ما هو الهدف من نشر أسئلة على جميع المواقع؟ اولا لتشتيت ذهن الطلبة في اوقات حرجة، يعني في امتحانات وزارية الطالب مهيئ لدراسة المادة مالته لاداء الامتحان بشكل صحيح، لكن في اليوم الاول كانت هناك اسئلة مزورة. عندما يصل الطالب الى الساعة الدراسية ويتفاجئ بوجود اسئلة غير الاسئلة التي نشرها، اكيد ستكون هناك صدمة له في اداء الامتحان. وفي اليوم الثاني حصل نفس الشيء، في اليوم الثالث الطلبة ايضا ربما من خلال ما قامت وزاره التربيه بانه عدم الاعتماد على ما ينشر، لان هذه اسئله مزوره. الطلبه يعني من دخلوا للامتحانات كانت ثلاث نماذج، يعني وليس نموذج واحد، ثلاث نماذج. اذا من قام بنشر هذه النماذج له اهداف تستهدف اولا طلبتنا الاعزاء، ابناء تشتيت ذهنهم عن دراستهم، تشتيت افكارهم عن دراستهم، وبالتالي يعني القضية أكبر من ذلك في استهداف العملية التربوية. نعم، طيب سيد الكريم، هل بودك أن تقدم اعتذار رسمي أو ما شابه لربما لذوي الطلبة؟ يعني حقيقة نعتذر مو لأنه وزارة التربية هي سبب في قضية تسريب الأسئلة، نعتذر عما حصل يعني لأبنائنا الطلبة وأولياء الأمور في فترة حرجة في أداء الامتحانات، ولكن وزارة التربية حريصة كل الفرص على
مستقبل أبنائنا الدراسي، وإن شاء الله يعني خلال الأيام القليلة سنعلن الموعد الجديد لاستئناف الامتحانات. جميل جميل. سيد علي، ربما سيكون السؤال الأخير، هناك دعوات اليوم في البرلمان لإقالتكم بسبب عملية تسريب الأسئلة، ماذا تقول لهذه الدعوات أولا؟ ثانيا أيضا هناك أثيرت مسألة أن الأسئلة كانت تذهب إلى المراكز، إلى مديريات التربية الفرعية قبل أسبوع من موعد الامتحان، ماذا تقول لهذه النقطة؟ إقالتكم ومسألة اللي يعني تروح للمراكز قبل أسبوع. نعم، المديريات العامة للتربية في المحافظات تستلم الأسئلة بأوقات مختلفة، يعني على سبيل المثال المديريات العامة للتربية في بغداد استلمت الأسئلة يوم 28، يعني قبل بدء الامتحان بيوم واحد. المحافظات البعيدة نعم تأتي قبل يوم أو يومين بلجنة يترأسها المدير العام لاستلام الأسئلة بالكامل، وتحفظ في أماكن آمنة من خلال قاطات موجودة في اللجان الفرعية، وهذه قاطات مؤمنة ولا يدخلها إلا أشخاص محددين. وماذا عن مسألة إقالتكم، الأصوات التي ارتفعت اليوم في البرلمان، ماذا تقول لهم، ماذا ترد عليهم؟ عندما أجد نفسي مقصرا في عملي سأقدم استقالتي إلى الحكومة أنا دون أن يطلب مني أحد. يعني تعتقد أن لحد الآن أنت غير مقصر فيما جرى اليوم؟ نحن ليس مقصرين، الأسئلة سربت من قبل أشخاص غير مؤتمنين في عملهم، والقانون سيأخذ جزاء العادل منهم. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر السيد علي الدليمي وزير التربية العراقي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.